بلبن قرر يحط اختراعاته كلها تقريبا في طبق واحد، عاملين ميكس كده بين القشطوطه والامبليه والكشري الحلو، ومسميين الاختراع ده السلنكتين. في ناس شايفه انه عك وناس عاجبها قوي، فجبنا قهوتنا الجميله وتعالوا بقى نجرب الاختراع ده ونشوف هيطلع بلاستيك ولا فانتاستيك. ما تيجوا ندوق. طب يا جماعه جبنا الاوردر اهو، ما خدش وقت بصراحه، على غير المتوقع لقيت الفرع فاضي. ده كان فرع الحشري اعتقد عشان في امتحانات فالدنيا فاضيه شويه. والمفروض السلنكتيه عباره عن طبقه كريم بوريليه تحت وفوقيها سكر مكرمل كده، بعد كده قشطوطه، وفوق القشطوطه الكنافه اللي في الكشري الحلو، وفوق كل ده التوبنج اللي انت عايزه. عندهم انواع كتيره من التوبنجز، حاولت تجيب اغلبهم. هنبدا الاول بالسلنكتين ميكس. جبت نص نوتيلا ونص لوتس. اللوتس ب 90 جنيه واضفت النوتيلا ب 15. في جزء كبير من اللوتس لازق في الغطا والنوتيلا. ده كده شكل الميكس بتاع النوتيلا مع اللوتس. انا كنت فاكره هيكون نص نص، ولكن اعتقد هو عامل له ميكس مع بعض. تعال بقى نخش على الطعم. ناخد كده معلقه فيها كل حاجه. عايز بس ادوق طبقه القشطوطه. هو بس الكريم بروليه طبقه تحت صغيره شويه وسايحه كده، امي ميميه مش ماسكه نفسها. حاسس برضو بالسكر المكرمل، ولكن بس تعليق ان كميه الصوص اللوتس نوتيلا محتاجه تزيد شويه. فده كده كتقييم ممكن نتكلم في حوالي 6.5 من 10. ونخش على اللي بعده. ندخل بقى على فليفر بحبه جدا، البستاشيو او الفستق. حاسس برضو ان الصوص لازق في الغطا، يعني دي كميه الصوص اللي على الغطا ودي كميه الصوص اللي على الطبق، فمش كتير قوي. ده شكل البستاشيو كده، اغلب الصوص على الغطا للاسف. ولكن تعال نخش على الطعم. نفس التعليق على الكريم بروليه، حاسس ان قوامه ممكن يبقى اتقل من كده شويه، سايح خالص. وطعم صوص البستاشيو حلو، ولكن للاسف محتاج يبقى ازيد من كده كتير. ناخد الشويه اللي على الغطا دول. فده كتقييم ممكن نتكلم في حوالي 6.5 من 10. لو الصوص زاد عن كده شويه هيبقى اجمل بكتير. ندخل بقى على نوعين مختلفين شويه، ريد فيلفت وغزل بنات. اول مره اجرب الصوص ده بصراحه، فتعالوا نشوف بيقول ايه. نبدا الاول بالريد فيلفت. برضو اعتقد التوبنج لازق في الغطا، محتاج برضو يبقى ازيد من كده بكتير. ده شكل الريد فيلفت كده اهو ولونه. تعالوا نخش على الطعم بقى. والريد فيلفت ده 88 جنيه. اوكي، عايز دوق الصوص لوحده كده. يعني طعم الريد فيلفت فيه بعيد شويه، اللون بالنسبه لي اقوى من الطعم بكتير، فده ما جاش معايا قوي بصراحه. سكرها برضو اوفر اول ما يعتبرش قليل، يعني كتقييم ممكن نتكلم في حوالي 5 من 10. ندخل بقى على غزل البنات. ده ب 85، اغلى 5 جنيه. هو الوانهم حلوه بصراحه، سواء الريد فيلفت او غزل البنات، بس اتمنى الطعم هنا يكون احسن شويه. ده شكل غزل البنات كده، كان عايز ناخد معلقه فيها كل حاجه. بصراحه برده مش فاهم طعمه قوي، فمش حاسس ان ممكن اجيبه تاني. يعني ده كتقييم برده مش هيقل عن 5 5.5 من 10. نديها شويه ميه كده ونخش على اللي بعده. ندخل بقى لاخر نوع جبناه، ده اللي بالمانجا. ثمن العلبه دي 80 جنيه، من ارخص الاصناف اللي جبناها لغايه دلوقتي. وده شكل علبه كده وحجمها، كميه المانجا لذيذه. تعال نخش على الطعم بقى. يمكن ده يكون احسن نوع جربته لغايه دلوقتي. تعليقي بس على الكريم بروليه، الطبقه اللي تحت دي صيصه خالص كده، فبرده كتقييم مش هيقل عن 7 من 10. نشرب شويه ميه بس بعد كميه السكر دي عشان ما يغمش علينا. فالتجربه على بعضها بالنسبه لي بصراحه ما انبهرتش بيها قوي. في اختراعات ثانيه للبلبن عجبتني اكتر، ولكن الاختراع ده بالنسبه لي المره دي للاسف بلاستيك. عرفوني في الكومنتات رايكم لو كنتوا جربتوه، وايه الاختراعات الثانيه اللي حابين نجربها الفتره الجايه. في اخر الفيديو افكركم افكر نفسي بدعاء لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويفكر بهم قريب. ولو عجبكم الفيديو ظبطونا كده بلايك كومنت رايق. كنت معاكم مهندم مصري، لف ودوق، اشوفكم الفيديو الجاي.